إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه ومع هذه المجالس، مجالس العلم. نسأل الله أن يبارك فيها، ونسأل الله أن يحفظ لكم هذا الخير ويحفظ لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. هذه مجالس كما قلنا مجالس نادرة عزيزة، الله جل في علاه يمنح من يشاء بمثل هذه الفضائل والمحامد، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا أهلا لها، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. ربنا غلبت علينا شقوتنا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن متاعنا، فإنك أنت الأعز الأكرم. أقول هذه المجالس من أهم فوائد هذه المجالس أنها مكفرة للسيئات، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملك ربي فلان جاء لحاجة، فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا النبي صلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله بها 70 مجلسا من غيره. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفوارق بين المجالس عندما دخل، هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، دخل فوجد الناس يجلسون مجلسين، مجلس يذكرون فيه الله جل في علاه ومجلس يتدارسون فيه العلم، فقال كل على خير ومجلس العلم أحب إليه فإني بعثت معلما. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لأن الله تعالى قد أمره أن يعلم البشرية جمعاء، لا سيما أن الله تعالى ما مدح أحدا مثل ما مدحه في كتابه مثل ما مدح العلماء، عندما قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقول الله جل في علاه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه يعني مجالس هي مجالس تحفوها إن شاء الله الملائكة، وهذه المجالس فيها تأسيس وتأصيل للعلم، وأنتم الأمة تحتاجوا لأمثالكم. يعلم الله جل في علاه إن احتاجت الأمة لكثير من الناس لحفظ الثغور، فهذا ثغر لا يحفظه إلا النوادر، هذا الثغر الذي أنتم عليه لا يحفظه إلا النوادر، والله تعالى يصطفي ما يشاء لمثل هذه الثغور. اليوم إن شاء الله نفتتح الكلام على أصول الفقه، وما زلنا نتوسع في مسألة اقتضب فيها المصنف على غير العادة طبعا، لأنه رجل محدث، وحتى كتاب الأصول له كتاب على الطريقة الحديثية على الطريقة الفقهية والأصولية، ما زال يتكلم على أن من شرط العدالة التوثيق، وفهمنا من ذلك الخلو من التدليس، وفهمنا من ذلك أن التدليس جرح عنده للراوي. أقول انتهينا من أقسام التدليس، تدليس الإسناد، تدليس التسوية، قلنا هذه قسمة ثنائية، وأدخل العلماء بقية أنواع التدليس في تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ، وطبعا هي تندرج جميعا تحت تدليس الإسناد، كتدليس القطع، تدليس السكوت، تدليس العطف، كل هذه، وتدليس البلدان ينزل تحت تدليس الشيوخ. وقلنا العراقي قسمها قسمة إيش؟ ثلاثية، قال تدليس أسناد، تدليس شيوخ، تدليس تسوية. طيب اليوم إن شاء الله نأخذ تدليس الشيوخ وتدليس التسوية، وممكن نمر ونعرج بإيجاز على الأنواع الأخرى. تدليس الشيوخ وهو أن يسمي شيخه باسم نادر له أو باسم خفي، أو يلقبه بألقاب لا يعلمها لم يشتهر بها، أو يكنيه بكنى لم يشتهر بها، كأن تقول الأعرج. الأعرج هو عبد الله بن إيش؟ الأعرج عبد الرحمن أبو الزناد مثلا، أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان، أبو الزناد لم يشتهر عند الرواة إلا بإيه؟ إلا بكنيته، يعني يقول أبو الزناد. طيب فهو يأتي فيقول حدثني عبد الله بن زكوان، فكثير من الناس لا يعلمونه، فهنا يسميه بغير ما اشتهر به، أو يكنيه بكنية أيضا غير
غير مشتهر بها. وأيضا الأعرج يلقبه مثلا أو بما اشتهر به فإنه يجنب ما اشتهر به حتى يغرب، فهذا من تدليس الشيوخ. ومن تدليس الشيوخ أنه يأتي بشيخ واحد يسميه بأكثر من اسم، وأيضا إن كان هو من أكثر من بلد ينسبه لأكثر من بلد، أو ينسبه لجده أو ينسبه لغير جده لجد جده، أو يعني يكنيه بكنية ثم بعد ذلك يدعوه باللقب. وكان أشهر الناس في مسألة تدليس الشيوخ هو من؟ الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي طبعا تعلمون أنه شافعي، كل من نصنف في هذا الباب، وكان كل ما صنف من كتب الحديث إلا وهو هو عال على الخطيب. الخطيب أيضا كان في هذا الأمر، كان يعني يذاع عنه أنه كان يكثر جدا من هذا التدليس، هو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ الحق بأنه في الأصل أنه يعني أقل خطورة من تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ يعني الأكثرية على أنه ليس بجرح، إلا أن يكون الشيخ ضعيفا، إلا أن يكون الشيخ ضعيفا ويتعمد الراوي تغطية ضعفه بتسمية غير مشتهرة، أو بكنية غير مشتهرة، أو بلقب غير مشتهر، فيعمي على الناظر على الناقد هذا الشيء. فإذا تعمد ذلك فهذا جرح به، فإذا تعمد ذلك فهذا جرح به، فإن لم يتعمد فلا. الحق بأن كثير ممن وقع في هذا التدليس فضلاء، يعني فضلاء كثر وقعوا في مثل هذا التدليس. وأيضا فإنه كما قال علماؤنا ليس بجرح، ما من أحد رأيناه من العلماء قد أسقط رواية أحد بتدليس الشيوخ. إذن هذا تدليس الشيوخ اللي هو القسم الثاني. وبعض العلماء قالوا لو عقدنا مقارنة بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ فتدليس الإسناد أضر، تدليس الإسناد أضر. لما؟ قالوا لأن تدليس الإسناد فيه إسقاط، حتى يبحث الناقد عن الراوي الساقط ويأتي به ويرجح هو أم لا، وعورة شديدة. أما تدليس الشيوخ فهو موجود، الجهابدة يستطيعون الوصول إليه بأيسر ما يكون، لأنهم ما كانوا كما نحن الآن يعرفون اسم الراوي وانتهى، يعرفون اسمه ونسبه ورسمه وبلده ويوم الولادة ويوم الوفاة والشيوخ والتلاميذ. تنظر الكتاب إسحاق بن راهوية لما دخل بكتاب التاريخ الكبير على الأمير قال له إن أردت أن ترى رأيت عجبا، وأتى له بالتاريخ الكبير للإمام البخاري. فهو الناقد عندما يعلم الاسم يستطيع أن يأتي بكلية الأمر الذي تخص إيش هذا الاسم، فالوعورة عنده تكون سهلة يسيرة هينة. أما بالنسبة للإسقاط فالإسقاط هذا الذي يتعب جدا أصحاب النقد وأصحاب البحث في هذا الباب. هذا بالنسبة للكلام على تدليس الشيوخ إجازا، وأنه كما قلنا أيسر بكثير من تدليس الإسناد. القسم الثالث وهو قسم تدليس الإسناد، تدليس التسوية. تدليس التسوية هو أخطر أنواع التدليس، تدليس التسوية هو أخطر وأضر أنواع التدليس. الحق هذا التدليس، تدليس التسوية هو يعني جرح عظيم بالراوي إن تكرر منه، جرح عظيم بالراوي إن تكرر منه. صورة تدليس التسوية هي طبعا احنا عندنا شيء اسمه التسوية وتدليس التسوية، ايش الفرق بينهم؟ شيء تدليس التسوية أن يأتي التلميذ الذي يروي عن شيخه الثقة فينظر في الإسناد فيرى أن شيخه الثقة حدث عن شيخ ضعيف، وهذا الشيخ الضعيف له من الطبقة الثانية يحدث مباشرة عن شيخ ثقة. وهناك أمر لابد أن تفهمه، أن شيخه الثقة نحن نتكلم عنه الآن راوي مدلس تدليس تسوية، كمثلا من تعرفون أنه فيك يعني ما يحسب أحد أنه قليل، لا في كثير، الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد صحيح، الأعمش، الثوري، وهذا غريب عند العلماء أنه يعلم ذلك، ها أبو إسحاق قال فيه تدليس تسوية، يعني هو بلغ العشرين أو فوق العشرين راوي قيل فيه أنه يدلس تدليس التسوية. ألفت الانتباه إلى أن في تدليس التسوية يشترط أن يكون شيخ المدلس، شيخ الراوي، لا مش شرط ثقة خلاص انتهينا، أن يكون قد روى مباشرة من شيخه، يعني الطبقة اللي فوقه هو يحدث هذا الشيخ عن التلميذ
في سبورة طبعا، يحدث عن شيخ ضعيف والشيخ الضعيف يحدث عن شيخ ثقة. الشرط ان الشيخ هذا ضعيف بين ثقتين، الشيخ هذا شيخ المباشر هذا شيخ الثقة، يعني سمع منه ايش احاديث، سمع منه احاديث مفهوم ولا غير مفهوم، ده الشرط. طيب لان هو لن يسوي الاسناد الا بذلك، لن يسوي الاسناد وتكون التسويه تسويه الا بذلك. لذلك احنا نرى بان مالك يفعل ذلك ولا يسمى مدلسا كما سنبين في هذا الباب، حتى لابد ان يكون باشر السماع من شيخ شيخه. طيب هذا تدليس التسويه، تدليس التسويه ان يروي التلميذ عن شيخ الثقه عن شيخ ضعيف، عن شيخ ثقة يسقط الضعيف بين ثقتين، يسقط الضعيف بين ثقتين ويسوي الإسناد، إسناد يصير بذلك أمام الناس إيش ناظر العين، كمثلا قالوا أهل الشام مشهورين بذلك، مثلا كمثلا الوليد بن مسلم، قالوا الوليد بن مسلم ألا تتقي الله قد أفسدت حديث الأوزاعي، قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال وما ذاك؟ قال الأوزاعي تقول الأوزاعي عن الزهري، تقول الأوزاعي عن نافع. طيب وعن نافع هنا الأوزاعي لا يروي عن نافع إلا بواسطة عبد الله بن عامر، وأيضا لا يروي عن الزهري إلا بواسطة طيب قرة. فقال له يعني أربأ بشيخي اللي هو من الأوزاعي، أربأ بشيخي كالكرمية، أربأ بشيخي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء، مفهوم؟ يعني عبد الله بن عامر ضعيف، قراء ضعيف، فقال أنا أربأ بالأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء الضعفاء. طب أنت أسأت إساءة مركبة، لأنك أوصلت الناس أن يتهموا شيخك بأنه مدلس وهو ليس بمدلس، يعني أنت أصالة لم تبر بشيخك بحال من الأحوال. يبقى إذن تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين، والثقتان لابد أن يكون ها قد التقيا، أي أبدا أن يكون قد التقيا. ولو ضربنا على مثلا على ذلك، وأشهر الأمثلة على ذلك حديث بقية، طبعا ما قالوا كده كأنه سجع، قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني حاول قدر الإمكان تتجنب حديث بقية. يعني الحديث يعني لو ضربنا مثلا حديث رواه إسحاق بن راهويه عن بقية بن الوليد، بقية بن الوليد يقول حدثنا هنتهى لأنه مدلس فقطع قسم الله، حدثني أبو وهب الأسدي، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة رأيه، لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة رأيه. هذا الحديث حديث سواه بقية بن الوليد، هذا الحديث سواه بقية بن الوليد لأنه من رواية عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. هنا عندنا أبو وهب الأسدي هو أبو عبيد الله، هو عبيد الله بن عمر. يعني هنا الآن لو نظرت ودققت ماذا ترى؟ بقية إسحاق بن راهويه يروي عن بقية، بقية يروي عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. الحق بأن أبا وهب طيب الحق أن هذه الرواية جاءت عن طريق عبيد الله بن عمر عن ابي اسحاق عن اسحاق بن ابي فروه عن نافع عن ابن عمر. ماذا ترى في الاسناد؟ الاسناد يراد به تصور كريم، الان الحديث الاصيل اللي احنا بنمثل به اسحاق بن راهويه يروي عن ها عن بقيه بن الوليد، بقيه يروي عن ابي وهب الاسدي او الاسدي عن نافع عن ابن عمر. طيب هذا الحديث أصله من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن آسف عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. ماذا ترون؟ أسقط الأزدي، جيد. طيب شوفوا هذا الحديث عن إسحاق عن بقية، الحق أنه عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. شوف وقع بقية في إيش؟ في الشرين. بقية وقع في تدليس الشيوخ وتدليس التسوية. كيف؟ عبيد الله بن عمرو هذا هو أبو وهب الأسدي، فأراد أن يعمي على الناس لأنه اشتهر بين الناس بأنه إيه؟
باسمه أبو عبيد الله بن عمرو، فكناه ليعمي به، فقال عن أبي وهب الأسدي. طبعا عبيد الله اللي هو أبو وهب الأسدي يرويه عن من؟ عن إسحاق بن أبي فروة. إسحاق بن أبي فروة ضعيف، عن نافع. فابتدأ شغل الآن، بقيه الآن أول شيء تدليس الشيوخ، قال أبو وهب الأسدي عم به، ثم أسقط إسحاق بن أبي فروة الضعيف، وباشر عبيد الله عن نافع. وطبعا عبيد الله ممن سمع نافع، عبيد الله بن عمرو ممن سمع نافع عن ابن عمر، فسواه بهذا. هذه شوف مصيبة وعورة ليست بعده وعورة. لذلك بعض العلماء قال هذا من أشر ومن أضر أنواع التدليس، لذلك هم قالوا بأن هذا التدليس هو أشر أنواع التدليس، لأنه حقا فيه وعورة شديدة جدا للوصول للراوي وللساقط، وأيضا للنظر فيه مسألة البحث عن تدليس آخر مع التدليس. هذا يعني يعتبر وليد الوليد بقية بن الوليد قد أساء جدا بمثل هذا التصرف، وهذا تدليس التسوية مذموم جدا عند العلماء. لذلك الإمام العراقي قال قدح شديد في من تعمده، قدح شديد في من تعمد فعل هذا. كذلك ابن الصلاح قال ذلك، قال هذا مذموم جدا. والحافظ حجر قال جرح في الراوي أن يدلس تدليس التسوية. ليش؟ لأنه عم على كثير حتى من النقاد، سوى الإسناد الرجل الأوزاعي غير مدلس. لما يقول عني طبعا لما بيأتي لابد أن تفهم، إذا أسقط لا يستطيع أن يأتي بإيه؟ بحدث، وممكن يأتي بها، لما لا يأتي؟ ممكن يأتي بها، فهمني؟ لكن المسألة إذا كشفت يكون فيها الكذب، فلذلك بيأتي بصيغة مهمة بالسماع. الأوزاعي لو قال عن الزهري، الأوزاعي أصارة ليس بمدلس، يبقى عنعنته ستمر. لما يجد بقى هناك راو قد سقط، ماذا يفعلون بالأوزاعي؟ هيتهموه بإيش؟ بالتدليس. يبقى العنعنة لن تمر. شوف إيش كيف أضر بالشيخ وأضر بالإسناد، ورد أحاديث كثيرة صحاح، ورد أحاديث كثيرة صحاح. لذلك ابن الحافظ حجر قال جرح أو جرح شديد بالراوي أن يدلس تدليس التسوية. الحق بأن تدليس التسوية وقع من النبلاء، كبراء المحدثين ونبلاء المحدثين وقعوا في ذلك، كالأعمش، كالثوري. في الأعمش بحر الرواية، الثوري من النبلاء، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس تدليس التسوية. لكن العلماء قالوا هنا لم يجرح، مع أن تدليس التسوية فيه جرح. لكن شوف انظر بقى هنا للعلماء الأماجد أصحاب النبل. احنا عندنا في عصرنا الآن لو في خصومة، خطأ واحد يقع في المر، إيش اللي بيحدث؟ ينميه تنمية كأنه يربي ابنه الصغير، ويعني كل فكرة تأتي فيها ذم للرجل بسبب هذا الخطأ يلصقها معه. هذه المصيبة التي نعيش فيها. لكن انظر لما علموا فضل الثوري وعلموا فضل الأعمش، قالوا حتى ولو دلس تدليس تسوية لا يجرح مثل الثوري ولا يجرح مثل الأعمش. قالوا نحن نثق ونعتذر لهم، يعني نظن بأنهم لما أسقطوا ثقة عندهم، وإن كان ضعيفا عند غيرهم. لما أسقطوا الثقة عندهم ولو كان ضعيفا عند إيش؟ عند غيرهم. ولو كان ضعيفا عند غيرهم، يبقى إذن قالوا هذا الاعتذار لمثل الأعمش ولمثل الثوري، وهذا حق. لأنه لو الثوري يعلم أنه ضعيف وأسقطه ليعمي، هذا قطح. وحتى الإسقاط التدليس، العلماء يقولون في التدليس لو كان جرحا حتى تدليس التسوية، قالوا يكون قطحا في الرواية لا في الديانة. وهذا الذي قاله الخطيب أيضا، يعني يكون تدليس التسوية وإن كان جرحا وإن كان قطحا يكون قطحا في الرواية لا في الديانة، لأنه أراد أن يجود الإسناد ففعل ذلك. والحق بأننا لابد أن نقول هناك فارق بين التسوية وبين تدليس التسوية، يعني تسوية بلا تدليس وتدليس التسوية، فرق بين التسوية وبين التدليس. التسوية هذه كان يفعلها النبلاء مثل مالك كان يفعل هذه التسوية، وغير مالك في البلاغات وغيرها كان يفعل هذه التسوية. كمثلا ترى مالك يروي عن ثور، تعرفون من ثور؟ ثور يروي عن ابن عباس وهو لم يسمع منه،
مالك كان يسوي الإسناد، يقول مالك يقول حدثني ثور عن ابن عباس ثم يأتي بقوله أو يأتي بقول مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تسوية. ليش؟ لأن ثور أصالة باتفاق لم يسمع ابن عباس، والواسطة بين ثور وابن عباس هو أكرمة. يعني عامة رواية ثور عن من؟ عن أكرمة. وأكرمة عند مالك ضعيف فيما قالوا فيه بأنه قال ابن عمر لنافع: يا نافع لا تكذب علي كما كذب من أكرمة عن ابن عباس. وطبعا العلماء أولوا كلام ابن عمر أن كذب هنا بمعنى إيش؟ أخطأ في لغة العرب، بمعنى أخطأ، لأن العلماء حتى الذين نقلوا هذا القول قالوا هو ثقة، فكيف يقال به ذلك؟ عامة الفرق هنا بين التسوية وبين تدليس التسوية. التسوية إسقاط راو لم يكن له علاقة بحال من الأحوال في مسألة الشيخين، الشيخ الذي روى عنه مباشرة وشيخ شيخ، فقالوا هذه التسوية. وأيضا لا يقصد بها التعمية، بل هناك مآرب أخرى، وقد يسقط إيش؟ ثقة، لا يسقط ضعيفا، لكن إذا كان عنده فيه كلام فيتجنبه من أجل ذلك، فهذه تسوية لا يجرح بها الراوي. يبقى لنا الكلام على تدليس القطع. وتدليس القطع هو أنه يحذف الإيش؟ الأداة، الأداة الصيغة التي يتكلم بها يحذفها، كما أن ابن عيينة يأتي لمجلس التحديث يقول الزهري عن أنس، الزهري عن أنس. والحق بأنه لما جلس في مجلسه وقال الزهري عن أنس قال الزهري وسكت، ثم قال الزهري عن أنس، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال ولا ممن إيش سمعه ممن سمع الزهري. يعني شوف هو أسقط طبقتين أو ثلاث ابن عيينة، مع أن الحق بأن ابن عيينة الحق بأنه إيه يروي عن الزهري مباشرة. بعض العلماء يقولون بأن ابن عيينة هو أثبت الناس في الزهري، بعض العلماء قال ذلك. فابن عيينة هنا نزل نزولا عظيما، لأنه قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، يعني هو قال له سمعته من الزهري، قال ولا ممن سمعه من الزهري، يعني لا أنا سمعته من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، بل سمعته ممن سمع من الزهري. فهو حدث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هذا تدليس القاطع. تدليس السكوت هو أن يأتي الراوي بلفظ يفيد السماع، مثل حدثنا، سمعته، سمعنا، أخبرنا، أنبأنا، ثم يسكت برهة من الوقت، ثم بعد ذلك إيش؟ بعد ذلك يحدث، يأتي بالراوي. كان يقول الراوي، يعني في الطبقات مثلا ابن سعد ترجمة عمر بن علي قال هذا يدلس تدليس السكوت. عمر بن علي كان يقول يعني سمعت، ويقول حدثنا، ويقول أخبرنا، ثم يسكت مدة. هشام بن عروة عن أبيه عن إيش؟ عن عائشة، أو يقول هشام بن عروة الأعمش عن أنس مثلا، فهو كان يقول حدثنا أخبرنا ويسكت. يسكت هنا يغير الايه النيه، يغير النيه، فهذا السكوت. وكل هذا ينزل تحت تدليس الاسناد. وطبعا احنا الحمد لله عايشين هنا في بحر التدليس. التدليس عندنا هذا هو الاصل اللي احنا عايشين فيه، لانه اصلا يعني اصبح الان التدليس لا يبحث في انه جرح او غير جرح، لانه هو اصبحت الدنيا كلها عندنا ايش مدلسه الحمد لله والشكر لله. التدليس عم وطم وايه وشاع وذاع، فصار الاصل عندنا التدليس والفرع عدمه. فلو أنت أردت أن تجرح فستجرح إيه؟ الجميع، فيغفر الله لنا على هذا. هذا بالنسبة للكلام على التدليس. وندخل بعد ذلك في الشرط الخامس الذي تكلم به الراوي.